زعما ما عندنا ما عمرنا ما سمعنا بحال هاد التجربه دفات اول مره زعما انا بالنسبه لي اول مره بحالي شوفي لا مشاكل بيناتهم دابا هاد المشكل غيحلوا رجال الامن والقضاء هو اللي كيحكم رجال الامن هو اللي غيحل الخط ديال هاد الجريمه والقضاء حتى هو غادي بالدور ديالو غادي يتدخل غادي القضاء لا يعني قريب ليهم وا ما كان عمر يعني الجريمه ما يعني ما كنتش متوقعات وقع انا هو اللي فيه ما كان بالنسبه للمدينه المحمديه وانا الانسان ما كنسمعش بهذا الجرائم شي زعما مفجع قلت لك العشاء صلاه العشاء هادشي اللي قلت لك شفت هادشي اللي قلت لك انك سمعت المراه كتغوت جيت كنشوف قالت لي جد كتقول لهم شدوه هو باقي ما نزلش هادي جارتهم اللي امها ما كايناش كانت خارجه عند فاميلتها قال لا ما شفتوش لا انا غير ما شفتش انا شكون اللي نازل ما شفتوش المراه كتشوفو عرفت تشوف وجهو تبوها شاب لا فينا هو ولا عمري شي سنه حتى الدباز عادي الى حتى اليوم عرفنا هاد يعني الحي نقي ما يسخاش من الميلا سكن فيه ما يسخاش يخرج منه ولكن الساعة تما تفاجأ اليوم مادة الفاجئة هذه